النقابة المستقلة ممرضين عند مجموعة من المطالب وملف مطلب اللي هو كبير وعلى رأسهم العدالة الأجرية. كتعرفوا بأن الممرض المغربي يتقاضى أجر اللي هو هزيل في مقابل مجموعة من التضحيات لجسام مجموعة من الخدمات الصحية اللي كيقدمها عبر الوطن، وهذا الشيء بشهادات منظمة الصحة العالمية كتقول بأنه 80% من الخدمات كيقدمها الأطر التمريضية. الملف المطلبي حاليا هو العدالة الأجرية اللي هو الأجرة ديال الممرض تبدا من 8000 درهم عبر مجموعه من المداخل. المدخل الاول اللي هو التعويض عن الاخطار المهنيه، لانه لا يعقل انه كان مارسوا مع نفس الفئات، وكاينين كاين واحد من نوع من التضارب في التعويضات، في حين انه الجميع كيتعرض لنفس الخطر. ومن خلال هذا المدخل كنطالبوا وزاره الصحه انها تنصف الممرض المغربي عبر تنزيل واحد النظام ديال التعويضات اللي كيتناسب الخدمات الصحيه اللي كيقدمها الممرض المغربي. المدخل الثاني اللي هو الاعباء التمريضيه، لانه لا يعقل انه الممرض المغربي كيقدم خدمات ديال ثلاثه الممرضين، يعني هذا كيتعبر نعتبره عيب على الممرض المغربي. لذلك كنطالبوا بالتعويضات عن الاعباء التمريضيه. والمدخل الثالث اللي هو التعويض عن التاطير، لانه الممرض اليوم على مستوى المؤسسات الصحيه على مستوى المراكز الصحيه كيأطر الطلبه الممرضين ديال اللي كيمارسوا التدريب ديالهم الاستشفائيه على مستوى المصالح الاستشفائيه على مستوى المراكز الصحيه. لذلك ندعو الى اقرار واحد نظام خاص بالتاطير اللي هو كيكون ما يكونش ثابت، واللي يكون متغير على حسب التاطير وعلى حسب الدرجه وعلى حسب السلم. بطبيعه الحال كتعرفوا بانه النقابه المستقله ممرضين عازمه عن خوض واحد الاضراب وطني يوم 11 ماي مصحوب ومتزامن مع واحد الوقفه وطنيه امام البرلمان اللي غادي نوصلوا من خلالها رساله لرئاسه الحكومه انها تلتزم بالوعود اللي عطاتنا يبان الانتخابات الحمله الانتخابيه ديالها، من خلال انهم كيقولوا بانهم غادي يرفعوا الاجره ديال الممرض اللي غتبدا ب 8000 درهم. ولذلك غادي كنذكروا من خلال هذه الوقفه السيد عزيز اخنوش اللي هو رئيس الحكومه انه يلتزم بالوعود ديالو وانه ينصف الممرض المغربي وينصفوا من خلال هذا الرفع ديال هذه الاجره هذه، لانه لا يعقل اننا في سنه 2023 لا يعقل في ظل هذا الخصاص المهول اللي كيعرفوه على المصالح الاستشفائيه، من خصاص في الموارد البشريه، خصاص مهول كذلك في المواد البيوطبيه، مجموعه من المعوقات، مجموعه من المشاكل اللي كيعاني منها الممرض المغربي، ومع ذلك في المقابل كيتلقى واحد الاجر اللي هو هزيل. كذلك كنبغي نذكر بانه الملف المطلبي ديال الاطر التمريضيه ملف اللي هو كبير وشامل ولا يمكن ان نتنازل عنه من بينهم الشروط التراقي المجحفه، لانه لا يعقل اننا نخدموا بالكوطه ديال 14% وامتحان ديال في 6 سنوات، وهذا في حد ذاته اجهاز على المطالب ديال الممرضين، وحيف كيعاني الممرض المغربي. كذلك كنطالبوا وزاره الصحه انها تفاعل بشكل جاد ومسؤول مع القضيه ديال تنزيل ديال المصنف الاعمال والمهن، كذلك تنزيل ديال القوانين المنظمه ديال المهنات التمريض، كذلك تنزيل ديال الهيئه اللي هو مطلب اللي هو كبير ديال الاطر التمريضيه. وكندعو رئاسه الحكومه مره اخرى انها تفاعل بشكل جاد مع المطلب ديال العداله الاجريه ديال الممرض المغربي، لانه لن نتنازل عنه. وهذه رساله واضحه لرئاسه الحكومه، لانه كتعرفوا بانه الممرض المغربي ابان جائحه كوفيد 19 كان دائما كانوا المواطن المغاربه وكذلك العالم كيشيد بالمجهودات الجسام اللي قدمها الممرض المغربي. كتعرفوا بانه الممرض المغربي انذاك واجه كوفيد 19 ديك الساعات، انذاك كتعرفوا بانه كنعرفوا عليه الاسم، ما كنعرفوش حتى لي زيفي ديالو، كنعرفوا بانه انذاك كنا كنعرفوا غير العنوان العريض ديال كوفيد 19. ومع ذلك الممرض المغربي واجه هذا الوباء بصدور عاريه على اساس ديك الوطنيه اللي فيه، على اساس انه كانت تعتبره كذلك مواطنين مغاربه. وكتعرفوا بانه كذلك كنبغي نشير لواحد المساله، انه كاينين دول عظمى اللي كتبغي تستخدم الممرض المغربي على اساس الكفاءه ديالو، على اساس المهنيه ديالو، وكتعطيه تعويضات اللي هي بالاضعاف مقابل التعويض اللي كيتلقى الان في المغرب.